ايش بقول لكم؟ انا حد ما ولدت وانا فحرم من 48 و 52 لما خشوا بيت حنون، بعدين اجى على 54 وبعد اجى 67 و 56 اجى 56 بعدين 67 و 73 وهي اجت هذا، هذا اعطى الواحد، هذا اعطى الحرب في العالم كله. وحضرت حرب 67 وحضرت كل الحروب اللي بعدها، زي هذا الحرب بقولت لك اباده مسح، بدهم يتخلصوا منا، فيش امان، ما فيش امان، لا رفح ولا غير رفح، ما فيش امان. مين اللي بيقول رفح امنه؟ رفح امنه وانا اخذت 10 غرز 8 غرز رفح امنه وابن اخوي اذا انقطعت انا امان؟ وين هو الامان؟ 48 48 انتونا الله يعيننا. مش قديش من دوار الكويت في سنة 48 لما طلعت من بلادكم أنت، شو حكوا لكم؟ بقيت عمري 6 سنين. 6 سنين كنت واعية الحدث، شو حكوا لأبوك؟ كنت واعي، أبوي راح يجيب لنا الحاف، قلت له تروحش. تروحش يا وراح هو وثلاثة يجيبوا لهم الحاف اللي هم نصبوا الغومة وصار فيهم، وما رجعش لليوم ولا عرفنا ميت ولا.